أول حاجة بتعملها إنك الاتنين بيتحركوا في نفس التوقيت اللي أنت بتاخد فيه خطوة ناحية اليمين أهو عشان تطلع بره المجال بتاع المسدس أهو، وبعد كده بترجع تاخد خطوة تاني لورا وأنت بتغير اتجاه المسدس بالشكل ده. الحركة كلها بتاخد معاك جزء من الثانية، لازم تتحرك بجسمك عشان تطلع بره المجال بتاع المسدس اهو، بس في نفس الوقت ايدك الاتنين بيتحركوا بيثبتوا ايده وبيثبتوا المسدس في الاتجاه ده عشان ما يروحش وراك، وبترجع تاني تاخد خطوة لورا بس وانت بتغير اتجاه المسدس اهو وبتسحبه السحبة دي بأقصى قوة وأقصى سرعة عندك. اهو برجع لورا تاني وفي نفس التوقيت بغير الاتجاه بتاع المسدس بالشكل ده.